احتفى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي بمدافعه المغربي رومان سايس عبر تدوينة على حساب النادي الرسمي فيسبوك. التدوينة جاء فيها: سايس سجل آخر هدف للذئاب في 2020 وأول هدف للذئاب في 2021. وأرفقت التدوينة بصورة تحمل راية المغرب وصورتين لمدافع الأسود رومان سايس. خطوة الاعتراف بمجهود سايس هذه جاءت لأنه يقدم أداء مميزا ولافتا رفقة ناديه وولفرهامبتون، والدليل على هذا التميز هو أن سايس مدافع الأسود لم يعد يكتفي بواجباته الدفاعية، وإنما أصبح يساند حتى الخط الهجومي ويهز بذلك شباك الخصم بأهداف حاسمة تساهم بشكل كبير في تقدم الفريق. رومان سايس البالغ من العمر 30 عاماً يعتبر ثالث هدافي وولفرهامبتون في البريمير ليج خلال هذا الموسم برصيد 3 أهداف، مما جعله يساهم في احتلال ناديه المركز 13 في جدول الترتيب برصيد بلغ 22 نقطة. هذا الرصيد حصد بعد خوض الفريق ل 17 مباراة، فاز في 6 منها، تعادل في 7، وانهزم في 4 مقابلات. وفي إطار مواصلة سجل سايس المميز، فهو يستعد بكل جهد بغية التألق في المقابلة التي ستجمع فريقه بفريق كريستال بالاس ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، وأيضاً المقابلة الثانية التي ستكون أمام إيفرتون ضمن الأسبوع 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو وفعل الجرس. شكراً.